المشكلة اللي عم بتكون عندي انه قيمة الواردات عم بتفوق بشكل كتير كبير قيمة الصادرات. ورح ارجع هون اذكر، بحال انا طلبت الميزان، حاصل الميزان مثلا لسنة 2015، قيمة الصادرات ناقص قيمة الواردات، فرح يطلع جوابي بالناقص. قيمة الصادرات ناقص قيمة الواردات بيطلع جوابي بالناقص. اذا المشكلة اللي عم يطرحها هذا المستند هي عجز الميزان الزراعي في العالم العربي، وعم بيأكدوا لنا انه هيدا العجز رح يزداد، يعني رح يكون في عندي فجوة غذائية. ليه؟ لانه بطبيعة الحال نحن عم بيكون في عنا تزايد بأعداد السكان، فطالما قيمة الصادرات ما عم تفوق قيمة الواردات، فبالتالي انا ما رح اقدر سكر هذا العجز.